أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نلاحظ بعض الشباب المتمسك يسيرون في الحرم بأحذيتهم، وهذا فيه أذية لمشاعر المسلمين، حيث يرون أن هذا من عدم أو قلة تعظيم الحرم، فما حكم هذا الفعل؟ هذا جهل من هؤلاء. المساجد الآن تغير وضعها عن السابق، صارت مبلطة ومفروشة، وإذا داس عليها بالنعال توسخت تلوثت، فلا يدخلها بالنعال. أما بالأول كانت تراب حصبة ولا يؤثر فيها النعل، ما يؤثر فيها إذا دخل فيها من عليه، تغير الوضع. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا يحدث تشويش وسوء ظن به، ووصفه بأوصاف ما ينبغي، أنه متشدد وأنه متطرف وأنه كذا، لا ينبغي أن يجر على نفسه هذا الأمر. نعم.